اهلا، ازيك يا مراكبي؟ استاذ مراكبي، مراكبي حاف كده؟ يا عم مش وقت القاب دلوقتي، اسمعني وركز. هو انت طلباتك ما بتخلصش يا اخي؟ المهم يعني المنتج بتاعك يا استاذ، المنتج بتاعك بيقول لي في واحد ملحن ولا مطرب عايز تعديلات على اللي انت كاتبه. وايه المشكله يعني؟ المشكله حضرتك ان التعديلات دي لو انا بعملها على كلام واشعار انا كاتبها مفيش مشكله، لكن الكلام الملعبك اللي انت كاتبه ده هعدله ازاي؟ ملعبك؟ وايه هي بقى التعديلات دي؟ انا عارف، بيقول هيجيب معاه الملحن عندي في البيت عشان يشوف التعديلات اللي هو عايزها وعدلها له. يعني كلام ملعبك ملعبك. مفيش حل غير ان اكون حاضر معاكم. ايوه طبعا لازم تبقى حاضر، انت الوحيد اللي تعرف تعدل. وده طبعا مستحيل لان مش المفروض اظهر في الصوره. يعني المفروض تيجي ومفروض ما تجيش. طب اعمل ايه بقى في الحكايه دي؟ بس انا هتصرف. الاول احب اعرفكم ببعض، الاستاذ عادل سعيد الشاعر الكبير، الأستاذ إسلام خليل أول عازف أورج في البلد كلها. أما سمع وقرى الكلام بتاعك الحلو ده حب يتعرف عليك بنفسه. أهلاً وسهلاً. أهلاً بيك، وقلت فرصة بالمرة، عايزين نغير كام كلمة كده في القصيدة، عايزين نتظبطوا يا ريت يعني. لا عناية ليك. إيه ده، ما عرفتناش بالأستاذ. الأستاذ رمزي المحامي واللبيس بتاعي. إيه لبيس؟ أنا عارف إن شغلانة الشعر بتاعتكم دي ما فيهاش لبيس. لا ده كان زمان يا أستاذ، دلوقتي الشعراء بيحتاجوا حاجات كتير ما كانتش موجودة. جميل جميل، خلاص نخلينا بقى في القصيدة. بالنسبة للبيت اللي بيقول رأيت الشوق طريقي، تقيلة شوية في اللحن. رأيت الشوق طريقي. نخليها رأيت الحلم حقيقي، سمعتني يا رمزي؟ سمعك سمعك. نخليها رأيت السلم الموسيقي. حلو حلو، السلم الموسيقي جميل. أيوة السلم الموسيقي يرقصك يا صديقي، السلم الموسيقي يرقصك يا صديقي، السلم الموسيقي يرقصك يا صديقي. شوف سهلة ايه. والله حاجة جميلة يا أستاذ. طب في ليك ملحوظات تانية؟ هو في أربع بيوت تعبني، احنا نمسكهم بيت بيت. ماشي. في هنا بيت بيقول تقف أمام الريح تحارب الطواحين، يعني قلقني ده. تحارب الطواحين. نخليها تكسر القوانين. ان شاء الله نخليها تغسل المواعين. ايه ايه تغسل المواعين دي؟ ده حتى مكلفه، صابون غسيل وليه في شغلانه. لا تغسل مواعين ايه، مش معقوله يكون في شعر في تغسل املي. قالت قبل كده متقالت. تعال انت اقعد هنا. افهم بقى غيرتوا اماكنكم ليه؟ الوحي بيجي من المكان ده، ما بيجيش هنا قوي يعني. حضرتك نفكر. حضرتك بتقول اللي هي تكسر الطواحين. أنا قلت نخليها تكسر القوانين. تكسر القوانين. نخليها حضرتك نفخ البلالين. نفخ البلالين. حلو نفخ البلالين. حلوة. حلو. ده تعب المصاريف ويضيع الرفيع ويخسس التخين. نفخ البلالين. تعب المصاريف ويضيع الرفيع ويخسس التخين. الله نفس البلالين. ترارن ترارن ويضيع الرفيع ويخسس التخين. الله خسس البلالين.